صباح الخير لكم أصدقائنا المشاهدين، ينعاد عليكم عيد ميلاد مجيد لكل أصدقائنا المشاهدين إن كانوا عم يتابعونا من لبنان ومن الخارج. إجا الطفل يسوع وحمل معه كل الأمال ومحي كل الأحزان وحمل معه الرجاء، لأنه نحن أولاد الرجاء. هيدا العيد مثل ما سبق وذكرنا ما بيمرق مرور الكرام، دايما بيترك بصمته بقلبنا وبذاتنا وبضمائرنا وبتفكيرنا. روحانيات من العيد وكيف عشنا العيد رح نعرف سوا، ورح نحكي أكثر عن معاني الميلاد. بستنى رحب بالإعلامي داني أنطون، أهلا وسهلا فيك داني. شكرا لوجودك معنا وينعاد عليك. الأب روكوز بطرس أبونا ينعاد عليك. ينعاد عليك سحر، ينعاد على كل العاملين بالأو تي في وعلى كل المشاهدين. شكرا شكرا لك وينعاد عليك، إن شاء الله سنة خير وبركة. اليوم بدنا نحكي روحانية الميلاد، هيدا العيد يلي دايما ما بيمرق مرور الكرام. رح نبلش مع الأبونا. ليه دايما أبونا منقول أنه هيدا العيد منه مثل غيره؟ شو بيعني هيدا القول؟ فعلا، لأنه كل شيء ببلش بهيدا العيد، ببلش بقصة التجسد، بحقيقة بهالحقيقة الحلوة الرائعة يلي ربنا ما تخلى عن الإنسان يلي خلقه ولقى أجمل مخلوقاته وسلطه على كل شيء، سلطه بالمعنى المنيح، مش أنك روح حكوم بأنانيتك وبحبك لذاتك، بالعكس سلطوا على كل شيء، يعني دير كل شيء، كون ايدي اليمين، كون انا على الارض. وبسر التجسد الله صار انسان حتى يعلم الانسان كيف يكون اله، كيف يكون رحوم، كيف يكون شفوق، كيف يكون محب، كيف يكون مخلص لربه لذاته ولغيره. وهو عيد العائله داني. اكيد اكيد. هلا صدر داني داني حضرتك باي لعائله حلوه ومميزه وعلامه صديق، واكيد نحن بس ننطق بالحقيقه كاعلاميين، نحن بننطق بكلمه الرب لانه الرب هو حقيقه. الى اي حد بتحاول من خلال عملك الاعلامي تنطق بما هو حقيقي وبما هو يرضي ضميرك؟ وهل فينا بايامنا هيدي نكون هالقد حقيقيين؟ صعبه صعبة، لأنه بشوف أنه هيدا بده جهد، بده شغل على الذات، والمناسبات الدينية اللي بتمرق هي اللي بتأصل الإنسان وبتساعده أنه يقدر يستمد من هذه المناسبات الدينية اللي بنمرق فيها حتى يقدر هو يشتغل على إبراز الحقيقة، يشتغل على حاله. لأنه بالنتيجة أنت وقت اللي بيكون عندك حدث مثل حدث الميلاد، العبر يلي والفضائل اللي بجسدها هيدا العيد هي بتكون زوادة لك ودعم. لأن احنا كل سنة منعيد وبعمرنا صار مر علينا كذا وقت عيد الميلاد، بس كل مرة منكتشف أنه في معاني بعد نحنا كنا منجهلها، وهي بتساعدنا بحياتنا الشخصية، أو شيء بتفتش على الشخص على تنمية شخصيته، بترجعي بعدين هذا الشيء بينعكس تلقائيا بعملك بشغلك بإبراز الحقيقة. واليوم تقدر تشتغلي بالإعلام وتبرز الحقيقة شغلة منا سهلة، أنت بتعرفي، مش أنا اللي بدي أقول لك، بتعرفي هذا الشيء مختبرتيه أكيد خلال هالمسيرة الإعلامية. عشان هيك في جهد وفي تعب وفي تضحية أكيد. أبونا دايما هيك ما بعرف ليه هذا الإحساس بيصورنا، بس نحن نكون فرحانين بنحس حالنا أوقات مذنبين شوي، لأنه أكيد إلى جانب فرحنا وإلى جانب الناس الفرحانين ومهيصين ومبسوطين، وهني بحق لهم لأن هيدا عيد وبدنا ننبسط والله بحب الفرح. ولكن من ناحية تانية بنحس حالنا قلتي إذا بدك شوي أنه كمان في ناس مقهورين وزعلانين ومظلومين، وفي حدنا جيران عم بيعانوا ودمروا واندحروا واستشهدوا. أوقات بتحس بهيدا الذنب، كيف فينا نحن نتخلص منه؟ وهل لازم نحس بهيدا الذنب؟ هو بيجي لا شعوريا هيدا التفكير، صدقيني مش للكل، للناس اللي عندهم ضمير، للناس اللي قلبهم كبير، للناس اللي بيعرفوا معنى الميلاد الحقيقي. لشو تجسد ربنا يسوع المسيح؟ تيخلينا عايشين مثل ما نحن؟ وإلا ما كان نزل على الأرض. لو بده أنه الخطية تاكل الإنسان والأنانية تاكل الإنسان وتغمر له حياته، ما كان تجسد، كان بعده بسماء وقاعد عم يتفرج على البشر كيف عم يعملوا ببعضهم. نحن اليوم مثل ما تفضلتي وقلتي، نحن عم ناكل وقدرنا عيدنا جاري، يا ترى قدر عيش هالعيد مثل ما نحن عشناه؟ كم شخص تمنوا انه ولو هيك حدا لفت صغيرة حتى تغير لهم
شوي صغيرة بحياتهم بعيد الميلاد، ولكن عيد الميلاد هو كل يوم عيد ميلاد عند المسيحي، كل يوم من أيام حياتنا هو ولادة جديدة. قلبك يا إنسان بده يكبر، بده يعرف يحب من دون مقابل، ضميرك بده يوعى، بده يوعى على حقيقة كتير مهمة، إنك مش عايش لوحدك. البابا بنديكتوس والبابا فرانسيس وغيرهم كل البابوات أصروا على إنه الإنسان ما بيقدر يخلص لوحده، ما إنه عايش لوحده. إذا أنا عايش برفاهية راضي، أنا حسب تفكيري أنا راضي ربي وما بهتم بإخوتي، ما بهتم بحدا، كيف بتكون راضي ربك وإنت عايش لوحدك؟ أكيد اللي عايش لوحده بفتكر إنه هيدي هي دنيته، بس هيدي مش دنيا ربك، مش هيدي الدنيا الحقيقية، هيدي دنيا أنت خلقتها لحالك مثل ما قلت، حتى يمكن تفوت على عالمك تغلق بابك وهونيك أنت بتصطفي المحالك، بس مش مع ربك، لأنه ربك ما وديك على الحياة تعيش لوحدك بأوضة مغلوقة. الله وديك على الحياة، الحياة هي رفقاتك، أهلك، ناسك، بلدك، الكون، بدك تعرف كيف تعيش مع كل هود الناس حتى مش بس ترضي رب، تكون أنت راضي، تكون أنت عم تعمل شيء مهم بحياتك. 100%. داني، قدام من خلال هالعيد هيك حبيت وقدرت تبث الفرح بالنفوس، إن كان أول شيء بين عائلتك الصغيرة وبعدين عائلتك الكبيرة الأكاديمية، شغلك الإعلامي، قد إيه هيك حسيت إنك قادر تبث هيدا الشيء اللي اسمه فرح العطاء إذا صح التعبير؟ هلا نحن منساهم، ما من مش نحن اللي يعني، وقت الواحد بيكون فعلا مقتنع ومؤمن اكيد هذا كله بيرجع بيجي بلا ما واحد يستعد يعني الفرح يلي بيخلقه هيدا العيد بيخلقه ببين عليك بلا ما انت تدري، بلا ما انت تكوني عم تعملي جهد. انا بحب ضيف شغلي على اللي تفضل بير وحكي فيها، انا ما بعرف اذا بتطلع حوالينا بالاعلام وبشوف وبقول انه اللي عم نشوفه بالعالم يلي عم بيصير، امبارح مثلا انتبهت لشغله صارت بنيجيريا ومنروح لغزه يعني منحس يا خوفنا نكون عم نعيش الالام بزمن الميلاد، يعني هيدي الشغله كثير كثير مؤلمه. صح. يعني صدقيني شعرت وكانه المسيح كل يوم عم بينصلب حتى بزمن الميلاد، بدل ما نفكر بطفل الاله عم نفكر بيسوع على الصليب. بس هون بيجي الرجاء الكبير انه هيدي المرحلة الصلب بعد منها كان في قيامة، لو نحن بزمن الميلاد، ولكن اللي عم نشوفه عم بيذكرنا بوقتها بأطفال بيت لحم، عم بيذكرنا بآلام المسيح، عم بيذكرنا بكل الأسى يلي العالم واجه فيه المسيح وصلبه على الصليب. عشان هيك بحس انه ما حدا بيقدر يسرق فرح الميلاد لأنه هو أساسه الإيمان. الفرح يلي بيكون أساسه إيمان ويلي بيكون أساسه ارتياح داخلي ما حدا بيقدر يخده، حتى اللي هن اليوم معرضين لأبشع أنواع المجازر كمان هن بقلبهم في إيمان وعم يتحدوا. وانت شفت على السوشيال ميديا وبالإعلام انه رغم كل شيء قدروا عملوا شجرة من هون، قدروا التقوا، قدروا انبسطوا ورجعوا شافوا بعضهم، هيدي كمان منا شغلة هينة. مشان هيك هيدا الفرح يلي عم نحكي عنه يلي ممكن انه نحن نبثه عبر الجمعية باتشي انتر، عبر الأكاديمية، اكيد نحن هيدا الشيء من خلال الأعمال يلي منقوم فيها يلي سبق وحكينا عنها يمكن مرة هون، من خلال معرضنا، من خلال لقاءاتنا، رياضتنا الروحية، من خلال قعدتنا مع بعضنا جمعية الميلاد. وهذا الشيء كله انعكاس لشيء انت عم بتعيشيه كمان بعائلتك، لأنه إذا انت كنت منك مرتاحة بقلب البيت وعيشي هذا الجو ما بتقدر تعطيه بصدق لبرا، والناس دخلي بتقدر تقفر. بس حتفكري حدا يعني الناس بتعرف كتير منيح انه هذا الشخص مرتاح مع حاله او مش مرتاح مع حاله 100%. هيدا الشغلة كتير اساسية، وانا بحس انه هيدي الفترة كتير كتير حلوة منعيشها بحلاها ببساطتها، يعني منحس حالنا نحن بالبيت مثلا انا وريتا والبنات منعيش، عم نحكي عن صبايا يعني، منعيش الميلاد بينعكس على اهلنا، على امي، على اخواتي، بينعكس على اولاد عمي، اولاد خالتي، خالاتي، يعني بصير واحد يعطي الثاني. بنحس انه هيدي نحن صحيح بنلتقي دائما ومش مختلفين على هذا الشيء، بس
بالميلاد تتكثف هيدي اللقاءات، وهون كمان بصير في تبادل للفرح للبساطه يلي بتجمعنا. اكيد 100%. ابونا نحن كنا قبل سوا وحكينا عن المعرض يلي حضرتك كنت هيك حاطط امال فيه، وشفنا صور وقد ايه انبسطنا انه هالمعرض قد ايه رح يطلع حلو. خبرنا عن هالمعرض، عن المستجدات، عن الاقبال، كان مثل ما بتكون؟ كان بالحقيقة أكثر من ما توقعنا، كان رائع، كان إذا بدك محطة لقاء، لقاء الأحبة، لقاء الأصحاب، الناس اللي بيحبوا هيك الفرح. ما كان معرض عادي لأنه كان معرض مليان تراتيل، جو ميلاد بامتياز، كان لقاء الأحبة إذا بدك. حلو. وكتر خير الله كمان من خلال داني تعبه جهده وعطيتيه وفيتي حقه وقتها. داني ما قدر كان معنا وقت اللي حكينا. هون مهم كتير انه نوثق ببعضنا. داني وثق بالعالم مثل ما تفضلت وحكيت هذيك المرة، رح نبش عليهم واحد واحد وقنعهم انه يعملوا هذا المعرض، انه يطلعوا من محيطهم الصغير باشغالهم اليدوية الرائعة. فعلا العالم قدرت كتير هيدا النوع من الاشغال، وهيدا المعرض كان اذا بدك فرصة يتلاقوا كمان مع بعضهم الناس اللي بيحبوا الحرف اليدوية اللي اليوم ما بقى عم نفكر فيها. اليوم كله في هيدا التكنولوجيا اللي وصلنا لها، صارت المكنة بتشتغل لوحدها، نسينا انه ايدينا هن، وانت قلتي يعني اخذتها منك، ايدين الانسان ابداع لا يوصف. فعلا كان معرض عن جد رائع. الحمد لله، يعني مثل التوقعات، مثل ما كثر خير الله. بيقولوا يا داني من نحن انا وياك بالجامعه لما كنا سوا كانوا دائما هيك الدكاتره هن وعم بيعطونا الماده الاعلاميه يقولوا بس انتبهوا في شيء بالحياه اسمه المجالس بالامانات، لو شو ما كان نحن عندنا ميثاق بيننا وبين حالنا، لا يقال ما يقال تحت الستار وعلى الهواء. قد ايه هلا انت بزمن الاعلام، معلش انا عم بيكونوا اسئلتي اعلاميه اكثر لداني كونه اعلامي، قد ايه نحن بعدنا عم نلتزم بشيء اسمه مجالس بالامانات، قد ايه بعدنا عم نلتزم بحفظ كلمه الثقه وعدم البوح فيها حتى لو بدها تعملنا سكوب؟ في كثير. الله يرحم دكتور مراديون، انت اكيد بتفقي له كثير منيح، كان دائما يقول وبتتذكري مثل ما انا عم بتذكر هلا، كان يقول انتبهوا كثير منيح، هو كان يعلم مادة الأخلاق الإعلامية، كان دائما يقول انتبهوا مش كل شيء بينقال، مش كل شيء، لأنه كل شيء بتقولوه أنتم على الهواء ممكن يعمل مشكلة، أو على الإذاعة أو اللي بتكتبوه بالجريدة، ممكن انتبهوا، حافظوا على أخلاقكم. خيط صغير بين اليوم للأسف يلي منشوفه أنه منركض على السكوبات، أوكي وبعدين؟ إذا أويت بتتابعي بكون عم تحضري حيالله برنامج أو بتقري حيالله شغلة، بيبقوا ركدين كلمة هيدا سكوب، أوكي بتلحقيهم أنت، آخر شيء شو طلعت النتيجة؟ ما في نتيجة، فارغ، آخر شيء طب أنا عم نبش على الفرح أو عم نبش على شو؟ إذا أنا دوري كإعلامي أو دوري بالإعلام أو دوري بالبرنامج وصل لمحل، ضوي على موضوع معين، احفظ بالامان الاشياء اللي انا يمكن شفتها واللي عرفتها واللي اوكي، مش كل شيء بنعرفه بنقدر نقوله. يعني حضرتك كمان مذيع على تلي لوميير وصار لك سنوات وسنوات، قد ايه كمان بتلتزم بالكلمه يلي بدها توصل بدون تجريح؟ نحن قلنا انه في هالخيط الصغير يلي بيوصل أكيد بين هون الاعلامي الناجح والاعلامي يلي شو ما بدك على الهواء. لا اكيد انا بما انه بهيدي المحطه الكريمه واللي اعطتني الثقه، بس انا كمان بدي اكون قدها، يعني انا بشكر ربي انه خلال هيدي المسيره اوكي بدي احترم انا السياسي اللي هن متبعينها واللي هن واضعينها. انت وقت بتحترمي هيدي السياسه ساعتها لوحدك بتعرفي حالك شو ممكن اشياء تقوليها ممكن اشياء ما تقوليها، واللي بدي احكيه انا هل رح يبني أو رح يهدم؟ ما هون السؤال الكبير، بس هيدا الشيء بده تجرد،
بالانسان، بدي انا اتجرد، بدي انا هلا نحن منا ابطال، منا ملائكه اكيد، اخر شيء كمان منوقع وجل من لا يخطئ، ايه منوقع ومنخطئ وكل شيء اللي بدك اياه، نحن منا ملائكه نازله من السماء، بس نحن اللي عم نقوله انه بنسعى، وهون الهم انه الفكره موجوده عندك، انه انت تحافظي على الامانه يلي معك، وتعرفي انت من خلال برنامجك رايده توصلي هيدي الفكره. اليوم الناس ناطره شو؟ اليوم الاعلام وخاصه السوشيال ميديا، اليوم العالم كله بتفتش وبتطلع وبتنزل وبتشوفه، شو بهمها؟ بهمها صحتها، وبهمها تعرف شو عم بيصير، وبهمها تعرف لوين رايحه، وبهمها تعرف ايه، بس ما هدول كلهم انت بدك تعرفي شو بدك توصلي للعالم، هاي المعلومه اللي بدك توصليها للعالم تكون فعلا هيدي المعلومه قادره تغير شيء بحياته. بس اذا انا قمت قلت سكوبات وفلان حكى على فلان وفلان، يعني مرات انا بس ما بدي استعمل كلمه استخفاف، بعتذر عليها، بس انه شو رايك انه حطينا هيدي الصوره، شو رايك بهذا؟ الا شو انا رايي شو رح يفيد ويقدم؟ اي يعني اخر ومين ما كنت، يعني ان كنت اعلامي وان كنت سياسي وان كنت فنان وان كنت هيدا، انه انا بديش اعطي رايي، ليش انا شو الي؟ شو الي على الشخص؟ ثاني شيء اخر شيء بتصير عن جد عذرا على التعبير بتصير سخافه، يعني بصير تحس حالك انت عم تحضر سخافه، مش انه شو رايك اذا سحر هي والابونا قالوا هيك اما قالوا هيك، شو دخلني انا شو قالوا؟ وشو دخلني شو هيدا؟ وليش مني انا تحكم؟ هون الصعوبة هي بذات الأحكام المسبقة. مزبوط. أبونا يعني من خلال داني عم بيحكي عن رسالته الإعلامية كونه إعلامي، وحضرتك أكيد مواكب هالموضوع هيدا، كيف الإعلامي في أثر اليوم بزمن الصخب؟ لأنه كل شيء صار صاخب على مختلف المستويات، اللي بعيط كتير، اللي بيرقص كتير، اللي بيغني كتير، اللي بيفز وبينط على الهواء بيكون هو ستار. تغيرت المعطيات وما فينا ننكر يعني. أكيد. من خلال كل واحد رسالته الإعلامية ومن خلال داني مثل ما عم بيحكي، كيف فينا نحن نوصل هيدي الرسالة؟ أنا بعتقد أنه كوني رجل دين، كوني كاهن أول شيء، على بس أقف على مسبح الرب يسوع، بصير فكر أنه أنا إعلامي بالنهاية. صح. أنا بدي وصل كلمة، بدي وصل رسالة، مش حيالله رسالة، كلمة ربنا حقيقة عشناها ومنعيشها كل يوم من أيام حياتنا، تلدع الناس بالصميم. يعني إذا ما فهمت الكلمة رجعي تذكري، أو بالأحرى رجعي تأملي فيها. إذا ما فهمت كلمة ربنا ما فيك تمرق مرور الكرام كأنه عم نحضر حيالله بروجرام على التلفزيون ويلا ما عجبنا مندير. إذا ما فهمت كلمة يسوع رجعي عيديها، رجعي قريها، رجعي تأملي فيها تتفهميها بعمقها. هيدا هو الإعلام الحقيقي. لما الإعلامي بيوقف وبيقول حي الله شيء، هو حي الله شيء، هو حي الله حدا. لما الإنسان بيبقى مرتكز ومآمن باللي عم يقوله، هون القوة، هون الإنسان بيبقى حاسس بنعم ربه يلي مسكوبة ساكب بحياته، وعم يعرف كيف يتعلم من الحقيقة. الحقيقة بالنسبة لي هي يسوع، ما في حقيقة غير يسوع المسيح. هو بيعلمني، هو بيسقفني، هو بيربيني. وأنا بعتقد أنه الإعلاميين اليوم يا ريت نتفة صغيرة بيرجعوا لضميرهم لربهم. هيدي كلمة جوهرية. أبونا ووداني كل حدا منكم هيك بده يعيد أصدقائنا المشاهدين على طريقته لأن خلص الوقت، شو بتحب تقول لك المشاهدين أبونا؟ أنا بدي عيد بعيد مر أصطفان. أول شيء أهل رعيتي هن مر أصطفان، اللي نحن رعيتنا غرفين مر أصطفان الشهيد، واليوم هو أول قديس بالكنيسة مر أصطفان. ينعاد عليكم وينعاد على إلي صديقنا كمان أكيد، وعلى أهل البترون وعلى كل الرعاية اللي بيحملوا اسم هيدا القديس اللي غير فعلا مع يسوع وجه الكون. بطلنا نخاف من شيء. اكيد. داني شو بتحب تقول لاصدقائنا؟ مش كيف بتحب تعيدهم؟ انا اول شيء بحب عيدك، الله يخلي لك اولادك ويفرحك فيهم يا رب، هيدي اهم شيء. المشاهدين الاو تي في اكيد وكل يلي عم بيسمعونا اكيد نحن بنعيدهم من قلبنا، وما قلنا الا نتمنى الخير والصحه، هن اتمن شيء بالانسان. وان شاء الله يا رب هيدا البلد يبقى
المناضل قوي، لانه بالنتيجه انت بحاجه لهيدا الشعب يضل متماسك. منا هينه ظروفنا، منا هينه ابدا على جميع الاصعده، ما بدنا نستثني ولا صعيد، ظروفنا كثير صعبه، ولكن حبنا للحياه وارادتنا قادره هي انه تخلينا نتخطى. واللي سبقونا وجدودنا واللي قبلنا، تاريخ بيشهد وبيعرف قديش هالناس وهالشعب قدر برع. اليوم وقت بتسمعي عن الناس، يعني امبارح كنت عم بقرا عن طالبه بالجامعه اللبنانيه تطلع الاولى بفرنسا على 500 طالب بالطب، كبر قلب استطلعنا يا رب ليك طلع. وبعز دين هيدا نحن عم ترجع تبرز هيدا الشباب وهدول الصبايا عم يرجعوا يبرزوا رغم انه ظروف كانت كثير صعبه علينا. كرمال هيك بده يضل ايماننا كبير بربنا، ايماننا كبير بوطننا، ونحن اكيدين انه سيده لبنان ما بتتركنا، نحن اكيدين من هيدا الشيء يا رب. الاعلامي داني انطون، شكرا كثير لوجودك معنا داني. اهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. الاب روكوز بطرس، شكرا لمجيئك يا ابونا، بتنور لنا الاستوديو بس تكون. طول لي بعمرك، أهلا وسهلا فيكم بحضوركم. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا المشاهدين. نحن هلأ بنروح بريك صغير، وبيرجع زميلي إلي حوشان بينضم لرفقتكم مباشرة على الهواء.